التمييز تمييز الذات، ويسمى تمييز المفرد، تمام؟ وهو ما يزيل الغموض عن لفظة أو كلمة تسبقه. أستاذي الآن تمييز الذات يأتي، كيف بدي أعرف أنه هذا تمييز الذات؟ يقول لك يأتي بعد الأعداد، تمام؟ ولازم تعرف أنه الأعداد اللي بيجي بعدها تمييز اللي هو تمييز منصوب، ويكون تمييز ذات اللي هي الأعداد من 11 لـ 99. الكلمة التي تأتي بعد الأعداد من 11 إلى 99 ستكون تمييز ذات منصوب، تمييز ذات منصوب. الآن لو انتبهنا على المثال الآتي، وحكينا مثلا في المكتبة بهذا الشكل، تمام؟ 30 حاسوبا، تمام؟ راح تحكي لي أستاذي هسا انت بتعرف انه هنا تقدم شبه الجمله، فكان خبرا مقدم، خبر مقدم، وثلاثون هنا مبتدا مؤخر، شيت؟ فلذلك جاء الثلاثون ليس 30، تمام؟ طيب 30 او العدد 30 من الاعداد من 11 99، فالكلمه التي تاتي بعد الاعداد من 11 99 تكون تمييز، تكون شو؟ تمييز. فاطلاقا على السريع بتحكي له تمييز، تمام؟ ذات منصوب، تمييز ذات شو معنى منصوب؟ لأن التمييز إطلاقا حكيت لك أستاذي ملاحظة بداية الشرح، التمييز دائما منصوب وعلامته نصبه الفتح أو تنوين الفتح، تمام؟ الفتح أو تنوين الفتح على آخر، الظاهر على آخر، تمام. مثال ثاني عشان نعرف الأعداد بشكل آخر، قال تعالى هذا أخي له 99، تمام؟ نعجة. الآن لو انتبهنا على هذه الآية، صدق الله العظيم أستاذي، الآن لو انتبهنا على هذه الآية راح نوجد أنه في عندنا عدد، العدد هذا من الأعداد التي يأتي ما بعدها تمييز منصوب. فكلمة نعجة هنا، تمام؟ في الآية وضحت إبهام العدد، يعني وضحت غموض العدد، فقلنا 99 شو؟ فهي ايش جاء الجواب هنا اللي هو التمييز، تمييز بهذا الشكل، تمييز ذات بده يكون، اتفقنا تمييز الذات اللي هو ياتي ما بعد الاعداد من 11 99، فتمييز ذات شو ماله؟ منصوب، تمييز ذات منصوب الى اخره، وعلامه نصبه تنوين الفتح. الان لو قال لك استخرج تمييز ذات، على طول استاذي بتشوف الاعداد من 11 99 الكلمه اللي بعديها بدها تكون تمييز ذات. لأنه لو حكى لك مثلا تمييز نسبة، زي ما اتفقنا تمييز النسبة بده يكون في علاقة المبتدأ بالخبر، أو علاقة الفعل بالفاعل، أو علاقة الفعل بالمفعول به، أو اللي هو في جملتي التعجب القياسي والسماعي، أو في جملتي المدح والذم. طيب إيش كمان الأمور ممكن يجي فيها تمييز ذات؟ ممكن يجي في أسماء المقادير، ممكن يجي في أسماء المقادير، أسماء المقادير. يعني إيش يعني أسماء المقادير أستاذي؟ أسماء المقادير الشيء اللي إحنا نتعامل به من حيث وزن، مساحة، كيل، تمام؟ نتعامل فيه بحياتنا اليومية، وزن، مساحة، والكيل. طب كيف أستاذي؟ مثلا لما أجي أحكي أمتلك، أو مثلا أمتلك بهذا الشكل، تمام؟ مثلا إيش؟ هكتارا، تمام؟ أرضا، الهكتار اللي هو من إيش؟ المساحة، مش هيك؟ فرح تحكي لي أستاذي هنا أزالت الغموض عن إيش؟ لفظ من أسماء المقادير اللي هو المساحة، فكانت كلمة أرضا هنا تمييز، فكانت إيش؟ تمييز. طب شو نوع التمييز هنا؟ بقوله تمييز ذات، تمييز ذات. طيب مثال آخر أستاذي، لما أجي أحكي اشتريته، تمام؟ مثلا طنًا، مثلا ايش؟ حديدًا. الان وين في عندي انا من اسماء المقادير؟ راح تحكي لي الطن اللي هو الوزن، مش هيك؟ الوزن من اسماء المقادير. طيب جاء ما بعدها ايش؟ لفظ، اللفظ هذا كان ايش؟ اللي هو منصوب ايضا، تمام؟ هذا اللفظ ازال الغموض عن ايش؟ عن الوزن.
فكان تمييز، فكان ايش؟ تمييز. التمييز هنا شو نوعه؟ ذات. شو اعرابه؟ منصوب. تمام استاذي؟ طيب مثال اخر، لما اجي احكي من مثال مثلا، اللهم صل على سيدنا محمد، شربت بهذا الشكل، شربت لترا مثلا ايش؟ ماء. حلو. انت الان استاذي ايش حددت؟ انه اللتر هنا من شو اسمه، من الوزن او من الكيل، فهنا استاذي ماء ازالت الغموض عنها فاصبحت تمييز، فاصبحت تمييز. ايش نوع التمييز هنا؟ ذات. تمام استاذي. الان مثال اخر، زي لما نحكي مثلا خزن والدي مثلا رطلا، تمام، مثلا زيتا. برضو هنا الرطل اللي هو من الوزن او من الكيل، فهنا زيتا جاءت لتزيل الغموض عنها فاصبحت هنا تمييز، تمييز اللي هو ذات. اذا علمنا ان تمييز الذات ياتي ما بعد الاعداد من 11-99، وياتي بعد اسماء المقادير من وزن ومساحه وكيل، وياتي ايضا تمييز الذات بعد اشباه المقادير، اشباه المقادير. طيب استاذي ايش الفرق بين اسماء المقادير او المقادير كشكل خاص؟ المقادير استاذي اللي ايش المتعارف عليه اللي احنا نستعمله بحياتنا اليوميه زي ما ذكرت. اما اشباه المقادير شيء مثلا ممكن انك لا تستعمله في حياتك اليوميه، بيكون شبيه بالمقدار، شبيه بالمقدار، تمام، يعني ما تقدر تبتاع او تشتري فيه. لكن ناخذ مثال احنا عشان نوضح الصوره، لما اجي احكي مثلا اخذت، تمام، حفنة بهذا الشكل مثلا، قمح، قمحا، تمام. هسه كلمة حفنة هي أشباه المقادير، يعني أنت قدرت هذا الشيء لكن ليس له مقدار معين مثلا يبتاع أو يشترى به. لكن قمحا هنا أزالت الغموض عن إيش؟ شبه المقدار اللي هو حفنة، فكانت برضو تمييز، تمييز اللي هو ذات، تمييز ذات، تمييز بهذا الشكل، تمييز ذات اللي هو بده يكون منصوب. مثال آخر أستاذي، لما أجي أحكي ما في، ما في رأسه مثقال ذرة مثلا عقلا، تمام. الآن الذرة أستاذي شبيهة بالمقدار وليست مقدار يعني، لكن كلمة عقلا بعدها أزالت الغموض عنها، فقلنا أنه ما في رأسي مثقال ذرة شو؟ راح تحكي لي عقلا، فعقلا هون تمييز برضو، يكون تمييز هون شماله ذات، تمييز شماله ذات بهذا الشكل. تمام أستاذي؟ تمام. ونأتي لآخر نوع من أنواع التمييز المفرد أو التمييز الذات، اللي هو بيكون فرعا للتمييز، فرعا للتمييز، تمام؟ كيف يعني فرعا للتمييز؟ هسه بنعرف أستاذي. بيجي عندك أستاذي أنت التمييز لتوضح التمييز، يعني لما نحكي لبسته، تمام، قميصا، هسه إطلاقا أستاذي أنت حددت شو لبست، مش هيك؟ لكن لما أحكي لك لبسته قميصا مثلا إيش؟ قطنا، أنا قصدي من قطن، إذا حددت أنا الفرع التمييز فحددت نوعه أكثر، تمام. لأن هسه قطنا أستاذي هنا اللي هي فرعا للتمييز، فرعا للتمييز، فتصبح هنا تمييز، تمام، ذات، تمييز إيش؟ ذات. الآن مثال آخر، لما أجي أحكي عندي أو اشتريت أو عندي خاتما، تمام، حددت أنا عندي، عندي خاتم. لكن لما أجي أحدد أكثر، أفصله أكثر في فرع للتمييز، لما أحكي خاتما فضة، تمام، لأن أنا قصدي أنه نوعه هنا فضة، ففضة هنا بتكون أستاذي حددت أو بيّنت أو وضحت الإبهام عن الخاتم، فبدي يكون هنا إيش؟ أو أزادت أصلاً الغموض، أو أزالت الغموض، آسف، في كلمة خاتم، فأصبحت عندي خاتماً فضة، فحددت أنت نوع الخاتم، قصدك عندي خاتم من فضة، أو لبسته قميص قطناً، قصدك لبسته قميصاً من قطن، فهم برضو تمييز، بده يكون تمييز
ذات تمييز ذات بهذا الشكل. تمام.